في مدينة نابلس امتزج سقف الديانات السماوية الثلاث، فاحتضنت المسلم والمسيحي والسامري في كنفها، وجمعت بينهما روابط اجتماعية وحدتهم في المناسبات المختلفة، فاستحقت وصفها بجسر المودة والمحبة بين مختلف الطوائف. أما طائفة السامرية فترتبط بعلاقة وثيقة مع أهالي نابلس بلهجتهم وعاداتهم، فأرادت جمعية الأسطورة إقامة معرض التراث والثقافة السامري في جامعة النجاح الوطنية بحضور رسمي وشعبي. نحن نؤكد على الوجود الفلسطيني كاملا، وأن أعدائنا مع الاحتلال الإسرائيلي لا يعني هو أعدائنا اليهودية. الديانة اليهودية نحترمها لأننا نؤمن بجميع الأنبياء وجميع الرسل، نؤمن بسيدنا موسى وسيدنا عيسى كما نؤمن بسيدنا محمد، لكننا إحنا بهذا التواجد نرفض الإرهاب والعنف ونرفض الاحتلال الإسرائيلي الذي ينال من جدودنا فلسطين على هذه الأرض المباركة. نحن بالقرآن نعترف بالديانتين اليهودية والمسيحية، وكما جاء في كتابه العزيز: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، صدق الله العظيم. وبالتالي نحن هنا للافتخار بأبناء الطائفة السامرية، للحديث معهم، لتناول الطعام معهم، كلهم بهجة وحيوية ونشاط، نتمنى لهم الصحة والتوفيق والتقدم والازدهار. السامرية أصغر طائفة دينية في العالم، افتتحت معرضها لتعريف زائريه بتاريخها وهويتها وأركان الدين كاملة بلغتهم العبرية القديمة، وجسدته من خلال المجسمات واللوحات التي توضح تعاليمهم وعاداتهم وأعيادهم السبعة. المعرض هذا بيجي ضمن سلسلة نشاطات بتقوم فيها جمعية الأسطورة السامرية للتعريف بالطائفة السامرية، التعريف على عاداتها، على تقاليدها، على تراثها، على لغتها. الطائفة السامرية أقدم وأعرق طائفة دينية موجودة في العالم، تمتلك حقيقة أنا أقدم لغة، ولكن المعلومة حول الطائفة السامرية كتير شبه معدومة أو قليلة. من خلال هذا المعرض بنحاول نوصل أكبر معلومة للطائفة لزوار جامعة النجاح، طلاب جامعة النجاح. جامعة النجاح تحتضن جميع أطياف المجتمع الفلسطيني داخل فلسطين وأيضا داخل الداخل المحتل داخل 48. بنعرف على عاداتنا وتقاليدنا من خلال مجسمات، من خلال صور، من خلال نشرات. بنشرح ايش عيد الرش بنعمله، ايش عيد الفصح، ما معنى عيد الفصح، ما معنى كلمه سامري، ايش اللغه العبريه القديمه. من خلال المعلومه بنقدر نوصل اكبر كميه من المعلومات لجميع الطلاب. المعرض بيعبر عن كل مناهي الحياه في الطائفه السامريه، بيعبر عن مدى ترابطهم وتواصلهم في هذه الارض الفلسطينيه، واحنا بهذا اليوم بنأكد على اعتزازنا بشراكتنا مع الطائفة السامرية ومع جامعة الأسطورة، وفخورين بوجود معالي وزير الأوقاف وما قدموا وما رعاه وعطفة المحافظ لهذا المكان، وسعداء جدا بوجود طواقم المؤسسات كلها في المحافظة دون تمييز. هذه الطائفة الكريمة هي طائفة من فسيفساء شعبنا الفلسطيني وستبقى كذلك، ثم كذلك يدل على أن الثقافة الفلسطينية ثقافة متنوعة وغنية وثرية، وبالتالي سنبقى نحافظ على هذه الوحدة الجمعية في مفهوم التراث والثقافي والديني، وشعبنا سيبقى يضرب المثل بهذه الوحدة حتى نكنس الاحتلال وأن يخرج من أرضنا. أكثر من 300 سامري يتخذون من قمة جبل جرزيم في نابلس مقرا لهم، ويعتقدون أنهم السلالة الحقيقية لشعب بني إسرائيل، جاءوا لفلسطين عقب خروج من مصر. وهذه الطائفة تحظى بسمعة طيبة بين جيرانها المسلمين والمسيحيين في المدينة، حتى أصبحت جزءا لا يتجزأ من نسيج المجتمع النابلسي. لتلفزيون الفجر الجديد، تسنيم قشوع.